انت شكلك معصب، انت شكلك متوتر، انت شكلك ضجران كتير اليوم، اما انت شكلك مبسوط اليوم. حياة الانسان مليانة بالخبرات والتجارب، ففي اليوم الواحد ممكن الانسان يمر بكتير من الانفعالات. كل شخص منا عنده العديد والعديد من الانفعالات، ومن هالانفعالات الحب، الكره، التوتر، الامان او الاكتئاب. وعلى سيرة الاكتئاب، مين منا ما مر بالاكتئاب وحس حاله انه كرهان كل شيء وعلى لحظة بده يترك الحياة وينتحر؟ جماعة المونتاج شغلوا الريمكس أغاني تبكي الحجر. في أنواع كثيرة من الانفعالات، وخلينا نحكي اليوم عن البعض منهم. الانفعالات الإيجابية، وهي الانفعالات اللي كلنا منحبها، الانفعالات اللي بتشبع الإنسان الرضا والسرور والأمان والحب. هاي الانفعالات اللي بتزيد الطاقة والحيوية جواتنا، وبتزيد حماسنا وقدرتنا على القيام بالأعمال. من بين هاي الانفعالات الحب والحنين والسرور والرضا واللطافة. هاي الانفعالات بتعمل على زيادة ضغط الدم وضربات القلب، وبتعمل على تحسين حالتنا النفسية والجسدية والصحية. هلأ نجي للانفعالات السلبية. بتعمل على تقليل النشاط والحيوية، وبتزيد عنا الضغط، الكره، التوتر وحتى الانزعاج. هاي الانفعالات بتؤدي للتعاسة، وبتكون شدتها ضعيفة على المشاعر. هاي المشاعر بشكل نسبي ما مرغوب فيها، نتائجها غير حميدة للصحة الجسدية والنفسية. الانفعالات الفطرية، هاي الانفعالات اللي بتجي من الولادة، يعني انفعالات ما انها مكتسبة. وهي الانفعالات بتصير بحياة الفرد بوقت مبكر جدا، وبتكون مسيرتها بسيطة. وهي الانفعالات أولية مثل الحب والكره أو الخوف. ففينا نقول مثلا أحيانا نلاقي طفل عم يلعب بلعبة ومهتم كتير فيها، ومنلاقي طفل هامل هاللعبة وما عم يقرب عليها. أحيانا منلاقي أطفال ماسكين الألعاب عم يكسرون، وهذا بيعتمد على فرق المشاعر بين كل طفل. الانفعالات المكتسبة، وهي الانفعالات اللي بتظهر بوقت متأخر من حياة الفرد نسبيا. هاي الانفعالات انفعالات مركبة، منها الغيرة والغضب والازدراء. والازدراء هو مزيج بين الاشمئزاز والغضب. ومنها الانفعالات اللي بتكون منشطة مثل الفرح والسرور، ومنها اللي بتكون محبطة مثل الغضب والحزن. وهلأ أصدقائي رح نحكي عن العلاقة بين الانفعالات والدوافع. على الرغم من وجود رابط كبير بين الانفعالات والدوافع، إلا فينا نفرق بيناتهم عن طريق الانفعالات تصار من منبهات خارجية، والدوافع تصار من منبهات داخلية. من الممكن أنه المنبهات الخارجية أنه تحرك الدوافع، ولكنها ما بتخلق أي دافع، وبدون دافع داخلي لا يكون المنبه الخارجي أي تأثير. الدوافع بتعتمد على الانفعالات، وبتستمد منها الطاقة وبتحولها للسلوك يساعد على إشباع هذا الدافع. فمثلا الحرمان من دافع معين كدافع الجوع يحول سلوكنا إلى سلوك عدواني أو سلوك توتر أو انفعال. وهلأ رح نحكي عن إثارة استجابات نفسية معارضة للانفعال، ومنها الصفير والغناء والصلاة والوضوء والدعاء. وهي الأعمال بتساعد على التخلص من الطاقة العنيفة، ووضعنا بحالة سرور ورضا والبعد عن الانفعال. وفي حالة شعورنا بحالة كره تجاه شخص بدون ما نلاقي أي مبرر، بهذا الوقت علينا البحث عن صفة أو ميزة بهذا الشخص بتثير إعجابنا مشان نتخلص من مشاعر الغضب والكره. وفي عنا طريقة كمان، هي بحث الجسم عن طريقة للاسترخاء. وقت يتغلب الاسترخاء على الجسم بشكل كامل، هون بتنتهي حالة الانفعال تدريجيا. أصدقائي الانفعالات والدوافع هي انفعالات كتير طبيعية وبتصير مع أي إنسان، بس نحن علينا لما نحس بهذا الشعور أو نحس بهذا الدافع نحاول نضبط مشاعرنا ونفكر بشكل عقلاني. دمتم بخير.